هل التظاهرات والاعتصامات ستجدي نفعا في إقرار الإصلاحات؟ إذا تقبل إذا واحد بايق دارك اعتبرها واحد بايق دارك وباقي، وإذا قضيت راح تقله روح. الحكومة العراقية لا تستجيب لمطالب الشعب العراقي، الشعب العراقي حاليا تعبان. هل سيتم قبول الكابينة الوزارية التي أعلنها زعيم التيار الصدري؟ ليس جئنا بإسقاط النظام وإنما تعديل النظام اللي موجود في الوقت الحاضر. هل أنت مع دخول المعتصمين إلى المنطقة الخضراء؟ نحن المنطقة الخضراء ما تصير صعبة علينا. يقول طبوا لي الخضراء لحظات، هاي الخضراء ما تصعب علينا، بس الحيطان نطفها. والشعب عدم حالة يا عراق، يومك هاليوم يا عراق، شد حيلك قوم يا عراق، يومك هاليوم يا عراق، شد حيلك قوم. موضوع التظاهرات والاعتصامات في الهوى عراقي مباشرة على الهواء. شاركنا برأيك على هواتف البرنامج ومواقع الفيسبوك وتويتر. الهوى عراقي غدا 9:00 مساء على قناة الفلوجة.